مساكم الله بالخير. تسجيل بعد الساعة 12 فراح يكون بالشكل هذا. عندي موضوع من 20 ثانية. سيرفرنا الحالي للملفات استنفذ كل تحميلاته الشهرية بشكل غريب بصراحة. كنت أتوقع أنه unlimited بس طلع 60 جيجا بالشهر. فالروابط الأساسية في الموقع اللي هي الروابط على الصفحة الأساسية راح أخليها من سيرفرين، سيرفر الحالي وسيرفر بديل. فراح أرفق السيرفر البديل حاليا. وهذا الأمر أشغلني من جديد في نشر المحتوى بإني لازلت أعدل الروابط مرة ثانية. أجاري العمل وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار 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 تقريبا 2000 خبر، يعني تقريبا 2000 خلال 12 ساعة. أنا راح أحاول أنزل بشكل سريع بس علشان تكون الصورة، أتوقع حتى الفيديو هذا ما يكفي. المفروض أن ويندوز بالنسخة البريفيو الأخيرة قدمت أمر جديد لموضوع الوانا كراي، حيث أنه نضيف لك هذه القائمة. صبحكم الله بالخير. اليوم هذا كان طويل بصراحة، يعني أنجزنا شيء الحمد لله. ولا تنسى المثل اللي ما له داعي اللي يقول الحياة تلاهي وغمض فتح غمض فتح تنقر لارن. حاليا جالي رفع الملفات إلى أمازون درايف، هم ما راح يوفي أمازون بس إنه إذا قسمته يقل الضغط. مؤخرا احتكيت بواحد كل ما أقول شيء يقول لي لا 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 كلام سلبي ما بيسمع، كلام سلبي ما بيسمع. يعني كلام أقول الكلام اللي أنا قلته ينافي الواقع يقول لي لا، أقول له كذب يقول لي لا، أقول هذا الواقع. أنت تبي تهرب وين رايح وين رايح؟ هذا واقعك يطاردك، وين رايح؟ تبي تهرب كم دقيقة كم ساعة كم يوم؟ واقعك راجع له، حل المشكلة، حل التحدي، تحدى التحدي. أنا طبعا هذا النوع يطاردني من زمان، يعني سنين طويلة يطاردني، مع أن أنا قريت فيه كتب من 7 سنين 8 سنين ولقيت إنه كلام فاضي يعني، بس إنه للحين يطاردني. واللي طاردني من تأسس للحين واتساب. يعني اليوم وصلتني رسالة واتساب، احذر إذا وصلك صورة أوباما لا تفتحها، هذا هو الاختراق الجديد، لا تفتح صورة ترامب وعيناه تدمعان من الدم، يعني هناك صورة لترامب وعيناه تدمعان دم لا تفتحها. يعني أنا اللي دازلي الرسالة قلت له قبل لا أعطيك بلوك بس خلنا نفهم أمر، يعني أنت دازلي أنا الرسالة كام قواك عقية دازلي الرسالة نفس هذه ولا شو الوضع؟ لا تفتح صورة ترامب وعيناه تدمعان دما. خلاص والله العظيم خلاص، كم التاريخ اليوم؟ خلاص احذر من المكالمات تأتيك من السنغال تسحب كل معلومات هاتفك. يعني والله قاعد أحاول فنيا أني أتعاطف مع صاحب الرسالة، يعني يقول ممكن أنت منزل تطبيق، التطبيق يحتاج صلاحية الهاتف فيتم الاتصال عليك يأخذ صلاحية الهاتف وبالتالي يشبك انترنت. طيب أنت ليش حملت التطبيق أصلا؟ وإذا كنت محمل التطبيق أنت مو لازم أصلاً يأخذ صلاحية الهاتف لأنه هو أنت معطيه صلاحية وخالص، يعني شو الربط؟ طيب ممكن هو عنده ثغرة من خلال Voice over LTE وتم الاتصال، بس ليش من السنغال؟ يعني ممكن هذا شخص ذكي يكون بدولة متقدمة، ليش سنغال؟ طيب المكالمة اللي تم الرد عليها هذه اللي راح تسحب معلوماتك، تسحب معلوماتي، كم المدة اللي تسحب فيها المعلومات أبلود؟ كم تحتاج؟ خلنا نفرض انه هو قوي جدا وقادر يسحب معلوماتك عن بعد، ليش يتصل يسحب معلوماتك على طول؟ ليش يتصل فيك؟ ليش يسحب معلوماتك عن بعد دام انا قوي؟ والله العظيم يعني انا حاولت، والله انا حاولت يعني ادبر له شيء. هذا اللي كاتب المسج هو ممكن يكون سكران مثلا او محشش او يعني. ختاما احضر رساله راح توصلك خلال واتساب فيها ترامب عيونه حمر، اول ما تقرا الرساله يتم الاتصال عليك. اتمنى لكم يوم جميل، واللي اتصل عليك من السنغال لا ترد ببساطة، صحيح لا ترد يعني. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير. تاريخ 1/7، جهاز لازال HTC U، بكرة يوصل 1 Plus 5، هاتف أندروبن في الطريق. بعد نحب نعيد القناعات ونعززها ونأكدها بأن خير رفيق في هذا الزمان هو لابتوبك، وإذا ما تستخدم اللابتوب هو تليفونك. من الأكاذيب اللي يتم تقديمها للناس بأن خير رفيق في الحياة هو الكتاب، طبعا مو صحيح الامر هذا. خير رفيق في الحياه هو تليفونك، لان تليفونك ممكن تحصل فيه مليون كتاب. خير رفيق كتاب، طيب قريت كتاب خلاص انتهى رفيقي؟ تليفونك موجود، غير كتاب اللي بعده اللي بعده، فيديو اللي بعده.
وبما ان اليوم هذا يوم تجديد القناعات، فثاني افضل اختراع بعد الهاتف هو البلوك. الله اذا كان في افضل من هو الفضل لله، اذا كان في افضل من البشر فنرجع لفضل العلماء المسلمين الاوائل، ثم مخترع الكهرباء، ثم مخترع الكمبيوتر، ثم الهاتف، ولا ننسى مخترع البلوك. فيرجع لمخترع البلوك فضل كبير في حفاظ الناس على مرارتهم ونزول ضغط كثير من الناس. يعني فضل، يعني تخيل ان انت تحت شجرة وعندك الماء والوجه الحسن، كيفك تبي وجه حسن ولا لا، عندك التليفون حسن كافي، عندك الماء والتليفون الحسن، نرجع نرتبهم الماء والخضرة والتليفون الحسن والبلوك. الله ترى بالجنة، ترى يعني الله. وبما ان تليفونك تقدر تشوف من خلاله مليون كتاب، فهو احسن من مليون رفيق، وتقدر تطلب من خلال تليفونك الماء والخضرة والوجه الحسن من تليفونك تطلبه. شنو بقى؟ والبلوك طبعا موجود، يعني البلوك موجود، يبقى شيء واحد تليفون ما يقدر يسويه، تليفون ما يقدر يخليك تصعد الدرج. اللهم لك الحمد، جهاز يحتاج امرين، يحتاج منك انك تشحنه بالبطاريه وتشحنه بالفواتير، يقدم لك اللي ما يقدمه اي مارد، ايش تبي بعد؟ والجميل فيه الصديق هذا انه يتطور بسرعه، يعني كل يوم يقدم لك الجديد، وكل يوم يقدم لك المفيد، وكل يوم ما يغثك اسم بدنك، لا ما يحش فيك. قريت مؤخرا احصائيه بان فقدان الانسان لهاتفه اثر على النفس نفس فقدان عزيز او اخ، فعسى الله يحفظ لكم هواتفكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.